قوة الروحانية، إيش نقصد بموضوع اليوم؟ نقصد إيش القوة اللي راح تعطيك إياها هذه النية، لما أنت تحط هذه النية أو توصل لهذه النية أو تحقق هذا الهدف ويتجلى في واقعك، إيش نتوقع؟ إيش هي القوة اللي ممكن إنها تصلك بسبب هذه الحالة الروحانية اللي أنت جليتها أو سويت لها داونلود؟ أول شيء على المستوى المادي، نتوقع أنه الشخص لما ترتفع روحانيته تزيد فلوسه كذا، يعني تلقائياً، يعني ترتفع هنا ترتفع هنا، لما تزيد الروحانية تزيد الأموال. نتوقع أنه يكون في وفرة مالية في حياة أي إنسان ترتفع روحانيته، فهذه القوة اللي موجودة على مستوى الجسد الروحاني ستؤثر ماديا بأنها ترفع المادة اللي موجودة عند هذا الشخص، وهذا يعني أنه راح يكون عنده إمكانيات متعددة أو مصادر متعددة، أو أنه هو يوصل أقوى مصدر مثلا يستطيع أنه يوصل له. لكن نقدر نلاحظ أنه لما الشخص يستطيع أن يصل لهذه الحالة، إن وضع المادي يتغير، إن وضع المادي يتغير، وعاد هو وخياره. هل هو يبغى يكون ثري ويركز على الموضوع؟ ممكن يعني يكون ثري. هل هو لا؟ في ناس ما يبغون، ما هو هذا خيارهم في الحياة، وهذا محترم إنهم هم ما يبغون يكون ثري، بس طبعا ما يبغون يكونوا فقراء، بس إنهم هم يعني يعيشون الوفرة والحياة اليسيرة، وزي ما نقول الحرية المالية، إنهم ما يحتاجون أحد، ما عليهم قروض، ما هم مزوجين، يشترون اللي يبغون، بس إنهم زي ما نقول مختصرين وبسيطين، فما هم متطلبين لأموال ممتدة وثراء ورفاهية، ما يبغون، مستغنين، متجردين عن هذا، هذا خيارهم. لكن إنه يكون عندهم دائما عندهم المبلغ اللي يبغونه للشيء اللي يحتاجونه، ما عندهم يعني قضية احتياج غير ملبى، ما عندهم زنقة، ما عندهم قرض، هالأشياء هذه ما هي موجودة في حياتهم. وممكن الشخص يلاحظ إنه هو لما يتطور روحانيا إنه ماديا يكون الموضوع أسهل، كأنه العجلة تحركت، كأنه السير قام يمشي، الأمور صارت أسهل في هذا الباب وفي هذا الجانب. أيضاً على المستوى المادي، نتوقع أحد أشكال القوة الروحانية اللي موجودة في المستوى المادي إنه الشخص يكون عنده قدرة على تحمل الألم المادي، تكون قدراته أعلى في تحمل الألم المادي، يعني يحمل الألم. مرات تقول يعني أوه واو شلون هو متحمل، يعني ممكن مثلا تروح للطبيب يقولك أنت شلون متحمل أصلا هذا الألم، أنت شلون قادر يعني تمشي حياتك، أو خلنا نصرف لك مسكن وكذا، لا ما يحتاج مسكن، شوي يوجع شوي ويوقف الموضوع. هذه قد تكون إشارة إنه فيه قوة روحانية موجودة في الجسد المادي هذا، إنه هو قاعد يحمل الألم. وفي أشخاص لقاهم ما يقدرون ما يتحملون، يعني شيء بسيط، خلينا نقول عنهم جوارين كذا، يعني موضوع مرة كبير، بينه هو يعني شيء بسيط، يعني ممكن يبكي وينوح وكذا على ألم بسيط، بينما في شخص تحس عنده مصيبة كبيرة في جسد المادي ومع ذلك عنده القدرة أن يتحمل. ويمكن كلكم تذكرون الأثر اللي فيه، كان الصحابي كانوا يبغون يقصون ليده أو رجله أو شيء، طبعا ما عندهم مخدر، أو هم في ظرف، أظن في ظرف حرب أو شيء، يعني ما في شيء متوفر، فقال خلوني بس أدخل للصلاة. ليه؟ يبغى يشبك في قصة، يبغى يركز كده في ذبذبة روحانية. تالي إيش؟ يقدر أنه هو يتخدر، أو على هذا المستوى إحنا نتكلم، على هذا المستوى أنه هو يقدر يعني يسحب الوعي ويسحب التركيز لمنطقة أخرى، وأنه هذا يكون شيء يعني بسيط خفيف، مو شيء يعني كبير يهز الإنسان أو ممكن يسوي صدمة. وطبعا بس أبغى أقول لك برضو، ترى مو بالضرورة كل شخص ما عنده ألم هو روحاني، بس ممكن تعتبر إشارة،
لأنه مرات تعرف إحنا تكلمنا قبل كذا في موضوع الصدمات عن العقل اللاواعي إنه يسوي كذا لفات ويكدس الزبالة ويضغطها ويسويها جوا صناديق سودا وكذا. فمرات تصير مثل هذه الأشياء اللي هي حقة العقل اللاواعي، يعني أنت تدفش الألم لأنك تهرب من ألم أكبر وكذا، يعني قصة كذا مزعجة، تلاعبات العقل اللاواعي. لكن قد تكون إشارة ودلالة على أنه في داونلود، في ذبذبة روحية في الجسد، فهو قادر يحمل الموضوع ويعني يتحمل الألم. برضو أحد العلامات في الجسد المادي اللي تدل على قوة الروحانية في هذا الجسد إنه هو يعرف يأكل كويس، يعرف يأكل صح، يعني يعرف يغذي هذا الجسد المادي بالأكل السليم، وإنه هو لما يأكل أكل مو سليم مو صحيح على طول يعرف، يعني على طول يحس لا غلط، لا في شيء مو اوكي، في شيء مو طبيعي. يعني مثلا في شخص ياكل اكل تعبان وعادي ما يتاثر، في شخص ياكل اكل تعبان وجسمه يثور يحتج، فهذا الجسم مصحصح حساساته يعني كثير دقيقه، يعني شابك كويس على الشيء السليم والمناسب للجسد والغير مناسب. أما الشخص الآخر اللي كذا يزرط كل شيء، يمكن حتى كيماويات، يمكن أشياء مصنعة، يمكن أشياء ما أدري، الحين صاروا يقولون في رز بلاستيك، في مدري إيش مصنع، في كله يعني، ويمشي الموضوع معناها خلاص هو فقد الإحساس، جسمه تعطل، يعني صار كأنه آلة أكثر ما أنه حي، أكثر ما أنه عنده الجسد عايش الحالة الروحانية. فهو يعرف الأكل الزين من الأكل اللي مو زين، مثل الحيوانات. شفتوا الحيوانات شلون؟ اللي عنده حيوانات يعرف شم ترمي، إذا تجيب لها أكل كذا شغل أي كلام، شغل أكل خربان، أكل مصنع، أكل مو أوكي، مو سليم، ما يناسب جسمها، بس كذا شفت على طول تستغني عنه. ليه؟ لأنهم شابكين صح فيما يتعلق بهالقصة المادية هذه. فهذه أيضا إشارة للقوة الروحانية، أنه الشخص يعرف يأكل، يعرف الأكل المناسب والأكل الغير مناسب. برضو أحد أشكال القوة الروحانية في الجسد الفكري أنه الشخص عنده الحقيقة متعددة والصح متعدد، فبالتالي هذا يعني أنه هو جالس في أكثر من كرسي تتبع للفكرة، وهذا يعني أن عنده صورة أكبر من غيره، فهو يشوف مثلا هذا مختلف مع هذا، هذا يقول هذا صح وهذا غلط، هو يقول انتم كلكم صح، اذا قعدت من هالزاويه هذا الموضوع صح، واذا قعدت من هالزاويه هذا الموضوع غلط، فانتم كلكم صح يعني، بس لانه هو شايف الصوره اللي اكبر. فالقوه الروحانيه تجعل الشخص يستطيع ان هو يدرك او يرى في الجسد الفكري ما لا يراه الاخرون اللي موجودين في او متطرفين في قوالب معينه. أيضا القوة الروحانية في الجسد الفكري لن تجعل الجسد الفكري يقود التجربة، يستحيل شخص روحاني جسده الفكري هو الذي يقود، يستحيل. إذا شفت شخص يدعي الروحانية وجسده الفكري هو الذي يقود، هذا ما عنده سالفة، يستحيل، لأن الجسد الفكري، قيادة الجسد الفكري التجربة هي قيادة مدمرة، ما يمكنها تكون نابعة من الروح. أيضا من القوة، كمل ولا أحس أنكم كأنكم مشغولين؟ اللي توطار البسس، إيش توقعون يعني؟ عندنا لكي وشيراز، وعندنا الأربعة الكبار عيالهم، وعندنا خمسة جدد، هذول كم؟
كم هذول يا جماعة؟ الشاطر في الرياضيات يحسب لنا الحسبة. 5 4 11 11. فعادي تشوفون كذا يعني أشياء تطير. خلنا نقول بس خلنا بس نمر على خفيف، أوكي؟ نمر على خفيف على الجسد المشاعر لأنه مهم. أحد أبرز القوة اللي ممكن يعطيها النية الروحانية أو الجسد الروحاني للمشاعر العمق. العمق خصوصا لما تكون مثلا عندنا نشوات، يعني ممكن هذا تطور من الجسد المشاعري القصة روحية أو قصة روحانية، فيكون في نشوة بادية من الجسد المشاعري لكنها توصل للجسد الروحاني أو للأجساد السماوية. خلنا نقول فأهم شيء ممكن نحصله أو القوة العظمى اللي ممكن نحصلها في الجسد المشاعري هي عمق المشاعر.